السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نشرح طريقة تسجيل الدخول إلى حسابنا على فيكا، الموقع الروسي الشهير. سبقني أن قمت بشرح العديد من الحلقات حول هذا الموقع، لكن الأسئلة التي تكررت علي مرارا وتكرارا في التعليقات في الفيديو الذي قمت بنشره مؤخرا بسبب كما قلنا استعادة الحساب، هناك من وجد مشكلة في تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص به، سواء استخدم رقم الهاتف لتلقى مكالمة ولكن بدون جدوى. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف أشرح لك قوم بحل هذه المشكلة بطريقة سهلة جدا. هنا سوف نقوم بالنقر على سجن إن بهذا الشكل، نقوم هنا بإدخال الإيميل، ننقر على سر، بعد ذلك نقوم بإدخال كلمة سر الخاصة بنا، نقوم بإدخال كلمة سر بهذا الشكل، ثم ننقر هنا على كونتفا للرقم. سوف يتم الاتصال بك من طرف. هذا هو الرقم الذي يقوم بالاتصال به. الآن سوف أقوم بإدخال 4 أرقام الأخيرة من الرقم حتى تتأكدون بشكل جيد. ستتلقى مكالمة من الرقم فريد، ادخل آخر 4 أرقام من الرقم. هذا هو الرقم اللي هو 3 ثم 8 ثم 06. جيد، بعد ذلك سوف أقوم بعملية إكمال. كما تلاحظون الآن ها قد قمنا بتسجيل الدخول إلى حسابنا بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل. فقط يكفي أن تقوم باتباع الخطوات التي قمت بها، وإن شاء الله سوف تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك على فيكا، الموقع الروسي، بطريقة سهلة جدا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.